كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. انتبه أشقال، انتبه أشقال. باش نحكيو على انستغرام والممثل محمد رمضان، الممثل الأغلى في الكاشي متاع الممثلين المصريين في مسلسلة رمضان. هو إلى حد الآن فات حتى عادل إمام في آخر موسم رمضاني، سنة قاعد يصور في مسلسل جديد. والبارح في الليل فات وخد رؤوس محمد رمضان في رمضان هو الأغلى. محمد رمضان البارح يصور في مشهد اللي هو في قاعة عمليات ودايخ وكله بدمومات وكل، ولكن عمل اللايف على انستغرام تاعه وحتى ويلعب بحوايج وهكا يسخر وكتب ملوطة: الدكتور اللي صورني أوقفوه عن العمل مدى الحياة. هذية برشا ناس ما فيبلهمش بالحكاية الكل ما فهموهاش، ولكن نفسر لكم الحكاية. ترجع الحكاية هذه سيدي لشهر أكتوبر اللي تعدى. في شهر أكتوبر كان ماشي من مصر حتى للسعودية في طيارة خاصة، عنده حفلة غادي، وغادي قال للطيار صورني معاك وحب ياخذ معاه تصويرة. والتصويرة هذية بعد كي هبطها شنية صار للطيار هذا؟ عزلوه عن العمل مدى الحياة. الراجل مازال ثلاثة سنين كهو يخرج روتريت، الطيار اللي اسمه أبو اليسر. نسمعكم إكستخي وقت اللي هو يعمل في اللايف متاع الطيارة. في المصحف محمد رمضان هو اللي سايق الطيارة دلوقتي. شمال هنا بعد إذنك. قلب أبيض باسبوري أسود، مش بتفتش في المطار، في البنك بيسألوا من أين لك هذا، ما بردش عليهم. غلاسة بغلاسة ورق كتير، هات أساتك ويدباسة، بيسمعني بنات صورك شكليها أعمل بيزنس مع ناسا. هذه الفيديو اللي هو تصور مع الطيار قعد بجنبه قال أنا بسوق الطيارة، والنبي محمد رمضان هو اللي سايق الطيارة. هذه هي طيارة خاصة كانت هزة 8 أشخاص فقط، ومع فما البيلوت والكوبيلوت موجودين في الطيارة، اللي هو حاجة ممنوعة. أذك علاش تم فصله عن العمل البيلوت هذا اللي أحكيه عليه في وسائل الإعلام الكل، خاصة البارح وقت اللي مرة أخرى يعاود يستفز ويكتب: الدكتور الذي صورني أوقفه عن العمل مدى الحياة. وهو يصور في مشهد كما قلنا في غرفة عمليات. وسائل الإعلام الكل، ام بي سي، بي بي سي، في قنوات أخرى مصرية، الكل يحكيوا عن الموضوع هذا. الصورة زي ما شايفين بتظهر هو جالس في قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرحلات المدنية. الفنان محمد رمضان دخل اتكلم عن المشكلة بتاعته مع كابتن أشرف أبو اليسر. كابتن طيار أشرف أبو اليسر، واحد من يعني الطيارين معروفين مشهود ليهم، اتحرم من شغلته مدى الحياة. أشرف أبو اليسر دار على البلاتو في مصر وقاعد يحكي ويفسر ويحب يقول اللي هي حاجة راهي عادية اللي صارت، واللي ما في بالوش اللي قاعد يصور واللي الكل قاعدة تصور معاه حاجة حاب يظهر اللي هي حاجة عادية، فماش ما يرجع يرجعوه للخدمة متاعه. وقالوا زيد اللي قاعد تعمل فيه راهو خراب بيوت. الواقع حضرتك ببساطة ان احنا كنا رايحين رحلة الفنان محمد رمضان عنده حفلة في الرياض، واثناء واحنا طايرين والطيارة فول اوتوماتيك بالاوتوماتيك بايلوت، متحكم في الطيارة تماما، الكو بايلوت اللي جنبي على يميني استأذن يروح الحمام. فقام انا ما فيش بيني وبين الركاب فاصل، لان الطيارة طيارة خاصة لثمان ركاب فقط لا غير، ثمانية فوتيه، ومفيش حاجز بيني وبين الركاب، انا بيني وبين الراكب متر ونص. فوجئت بقى حضرتك ان اللقطه دي نازله فيديو باغنيه اللي هي نزلت. انا لما شفت الكلام ده انا عرفت دي فيها خراب بيوت ناس. خراب بيوت بالظبط كده. اللي عملته كمان باش قال لك طياره خاصه ما بينتناش حتى شيء، بيني وبين الركاب متر ونص كهو، دونك عادي انه جاي قاعد بيني وبينك خطوه ونص. اما ليه غلطه زي لكم هما ممنوع يمشي الى قمره القياده، ممنوع. وكيف كيف فما حاجه قالها البيلوت هذا، قال لك احنا وقت تقولوا انتم يسوق الطياره اصلا احنا ما نسوقوش وما نقولوش كلمه يسوق، ما بيناتنا طيارين كلمه مع احترامي للسواقين الكل. فيعني ما فيش ما انت مسكت او عملت الطياره في ايدي انا. مليون في الميه، مليون في الميه بدون اي مناقشه، ان واحد يقول والله ده هو اللي سايق الطياره، واحنا معلش سوري مع احترامي طبعا لمهنه السواقه تمام، لكن احنا المصطلح اللي بين الطيارين عموما ما بقولش انا بسوق طياره، ظهر بسيط بالطياره، فده مش حتى لما اتقالت في الفيديو الناس الطيارين يعني ايه بسوق الطياره. طيب. انا من سوء حظي ان الكوبايلوت كان قام وانا
بصراحة حققت النجاح، بس خد صورتك لأن يا كتير ناس يا أستاذ عمرو أنا اتصورت مع حضرتك في الطيارة، لكن ما كنتش أنت قاعد على الكرسي، لكن الحمد لله. محمد رمضان هبط فيديو الفترة اللي فاتت وقال الطيار طلب تعويض 9.5 مليون جنيه وحب أنه يستعطف في الناس اللي زنت غنوته الكل، ولكن الناس كل عفسوا فيه. هو قالوا له أنت ما عادش نمبر وان، أنت نمبر صفر، خطروا عنده غناء اسمها نمبر وان ويقول على روحه ديما نمبر وان في التمثيل وفي الغناء في مصر. الناس تعاطفت مع الطيار أكثر، ولكن إلى أن ياخذوا قرار فيها، على خطر هما الطيارين ديما يرجعوا للمؤسسة العسكرية في مصر واللي هي عندها ضوابط صعيبة برش. محمد رمضان في مصر عم بعمله يعمل اللي يحب وبرشا فلوس وبرشا هربت بيه. هو بس هو يعتقد ذولي تحت اللي تبعوه لأشياء معناها هو ليه هو توش قاعد ضرب. يعمل هو تو شوف في مثل قاعد تو أعماله مثلا فيها نسبة مشاهدة كبيرة ياسر معناها، وهو تو داخل في الراب ويحب يرابي، وكما نقولوا نحن حب يمشي في دومين آخر جملة، ما عادش يحب كان تمثيل. بالحق هربت بيه، تدخل الانستغرام وساعات وعنده 10 ملايين بالحق هربت بيه، في باله بروحه أعز ممثل معناها. مرة خذ قالوا له راك تشبه لأحمد زكي، من وقتها مخه